نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة انه موضوع بقينا بنتحدث عنه مؤخرا كثيرا لانه يؤثر على حياتنا جميعا، والعالم كله بقى مدرك لحجم الخطر اللي بيسببه التغير المناخي على كل المستويات. فمؤخرا ظهرت دراسة في جامعة كندية بتحذر من انه التغير المناخي هيتسبب في انقراض جماعي لانواع كثيرة من الاسماك ومن الكائنات البحرية. اكتشفوا ان في كمية كبيرة من الكائنات البحرية هتختفي من كوكب الأرض على سنة 2100 لو استمر الاحتباس الحراري بالشكل الموجود دلوقتي. دراسة علمية حديثة حذرت إن في عدد كبير من الأنواع البحرية معرضة لخطر الانقراض الجماعي بسبب الاحتباس الحراري، وفي فريق من الباحثين في إحدى الجامعات في كندا قيموا المخاطر المناخية ل 25 ألف نوع عايش في المحيطات، واكتشفوا إن في كمية كبيرة هتختفي من الكوكب في عام 2100 لو استمرت الانبعاثات في البقاء عند مستويات عالية، وبالتالي ده هيتسبب في موت جماعي لآلاف الحيوانات والنباتات والبكتيريا اللي بيكون موطنها المحيطات في كل أنحاء العالم. وأظهرت التحليلات اللي عملتها الدراسة إنه في عدد كبير من أسماك القرش والثدييات معرضة لمخاطر مناخية عالية، ووجدت الدراسة إن الحيوانات المفترسة هتكون أكثر عرضة لخطر الانقراض. ده غير إن الفريق اللي عمل الدراسة ديت ركز على أنواع تانية من الحيوانات عايشة في المنطقة العليا من المحيط، لأن المكان ده هو اللي فيه تغيرات مناخية ودرجات حرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق. واستعرضت الدراسة مجموعة من الحيوانات اللي هتكون مهددة بالانقراض خلال الفترة اللي جاية، منها مثلاً سلحفات منقار الصقر اللي بتعتبر من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض واللي موجودة في المناطق الاستوائية، والنوع ده انخفض ظهوره بنسبة 80% عن القرن الماضي. ومعروف عن السلحفة دي إنها بتتعرض للتجارة السياحية غير المشروعة في المناطق الاستوائية. نوع تاني من الحيوانات البحرية اللي هيكون مهدد بنسبة كبيرة للانقراض هو حيوان اسمه فقمة أسد البحر. النوع ده بينتمي لعائلة الفقميات وموجود في المياه الساحلية الباردة في شمال المحيط الهادي، ولكن من الستينيات تراجع ظهوره واختفى بنسبة 60% بسبب التهديدات الطبيعية والبشرية. في كمان سمك قرش المطرقة مهدد بالانقراض، وهتلاقيه في المناطق الاستوائية للمحيطات في جميع أنحاء العالم، وأسماك القرش المطرقة بتقع ضحية بسبب زعانفها، خصوصاً إنها طعام شهي فبيتم سحبها من خلال الصيادين على طاولة أو لوح وبيقطعوا زعانفها وهي لسه حية. كمان دولفين الفاكويتا، وده برضه من الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض واللي بتكون موجودة في المياه الضحلة المظلمة بالقرب من شاطئ شبه جزيرة باجا في المكسيك. الفاكويتا بيعتبر أصغر حيتان العالم وأكثرها تعرضاً للخطر. الحقيقة سيناريوهات التغير المناخي سيناريوهات مرعبة بتأثر بشكل كبير. لو احنا بنتكلم هنا على البحار وعالم البحار وما تحت سطح البحر، فبنتكلم على الأمن الغذائي ببساطة. صحيح، يمكن يعني كمان زي ما انت قلت يا دير، فكرة التغيرات المناخية أصبحت زي كابوس بيهدد العالم كله. صحيح. وهنا لابد من تضامن، وكلمة التضامن هنا ما يعني ما بيندرجش تحتها دول فقط، التضامن هنا بنتكلم على أفراد أولاً، لأن لازم كل مواطن يكون مدرك أهمية التغيرات المناخية وإلى أي مدى هتأثر عليه هو أول واحد بشكل مباشر، وكمان دول، وبنتكلم على تضامن لمنظمات مجتمع مدني أو جمعيات المجتمع المدني، منظمات دولية، لأن لازم يكون في حالة من حالات التكاتف علشان نقدر إن احنا نقلل الانحباس الحراري وبالتالي نقلل من وطأة ما هو قادم بسبب التغيرات المناخية.